ابويا صباح الفل. بص بقى ربنا يديني يديكم طول العمر. ادي التربه دي عملناها في حارس اللي بيصور معايا سماح حارس. تعيش قصص جميل. تعيش تعيش ربنا يحفظك. احنا جبنا تربه بس البنات الخيله اهو. التربه دي اكبر تربه واخده بعرضها كله 6 متر. ستة متر دي هتبقى باسم الملاك ميخائيل الاستاذ سعيد هو اللي معانا في الحوار هو اللي بيجي ماشي فيلو. هيبقى في رقم تليفون واي حد في اي حد ظروفه تعبانه يتفضل جنب التليفون ويجي 15 متر يعني التربه كلها 15 متر. تمام. شيل ربنا ما يدخل فيها حد يعني. فدي خاصه بأخوة الرب الناس الفقراء ما عندهمش حاجة مش خاصة بأي حد. ويتكتب هنا خاصة برئيس الملائكة الجليل ملاك ميخائيل مش هتكاتب اسم حد فيها. كل سنة وانتم طيبين وربنا وانت بالصحة والسلام. وانت بالصحة والسلام تعيش وتجيب يا استاذ جمال. وانت تعيش.